ما اتفاجئتش كمان ان الحالات التحكيميه بتتناقش وان محادثات الفار اللي حصلت في ماتش الزمالك وبيراميدز موجوده مع الكل؟ المشهد ده مش جديد عليك شويه؟ ما استغربتش، ما طالبتش بشيء مع اتحاد الكوره في الجزئيه دي؟ هو اتحاد الكوره كان فين اصلا؟ اتحاد الكوره كان فين اصلا؟ انا كل حاجه انا بقول لهم ببلغهم، مفيش رد، مفيش اجابه، مفيش اجابه على اي سؤال. مش اصحاب قرار مثلا؟ مش عايز اقول مش اصحاب قرار، لان الناس دي برضو انا يعني انا بحمل لهم كل تقدير واحترام، لكن بتكلم على المستوى الشخصي، على المستوى الاداري والشغل. كان لازم يكون في قرارات، يعني كان لازم يكون في قرارات، لكن انت بتبلغ وبتقول هم مفيش قرارات نهائي خالص. تمام. طيب لما اللجنه الجديده جت برئاسه الكابتن ياسر عبد الرؤوف وعملت معسكرات وتم توفير كل الادوات ليها، حتى المعسكر لمده 8 ايام، كل فوق 4 ايام مش يوم ونص، ما استغربتش من ردود الافعال دي، من توفير الامكانيات دي؟ ده انا استغربت. وعايز اقول لك على حاجه كمان، يمكن انا كنت قبلها باسبوع مقدم للاستاذ جمال علام طلب بزياده البدلات للحكام في كل المراحل. تتخيل احنا وقفنا على بدل الحكم اللي بيحكم مباراه ب 200 جنيه عملناها 400 جنيه، كانت عامله مشكله كبيره جدا. ازاي نعملها من 200 ل 400 جنيه؟ وقال والله العظيم انا بكلمك بمنتهى الامان. واترفض او مش اترفض، قال لي هنناقشها في المجلس. طب ما ده اول سبل التطوير هي البدلات بتاع الحكام، انك عشان تيجي تحاسب حكم لازم تديله حقه. فانا بتكلم من اول الدوري الممتاز، والراجل قال لك الدوري الممتاز ما عنديش مشكله. طب بقيه الناس التانيه اللي بتلعب في المحترفين والممتاز به او الحكام الغلابه تاخد فلوسها منين؟ فانا كنت مقدم طلب اترفض او اتاجل لاجتماع مجلس اداره عشان يترفض. طب ادوات الفار اللي نزلت دلوقتي والعربيات اللي موجوده وانتم موجودين ما اشتغلتوش بالشكل ده ليه؟ ما الادوات موجوده هي كابتن فاروق. احنا كل ما كنا بنطلب طلب يا ما فيش امكانيات يا ماشي حاضر، الكلام ده كله يعني مش عايز اقول لك، ودي كانت اسباب من اللي ضايقت بريرا قبل ما يمشي على المستوى الشخصي. بريرا كان بيطلب طلبات كانت بتترفض؟ طبعا. طبعا. زي البدلات دي كان بيطلب، كان من ضمن الناس اللي كانت بتتكلم على البدلات، كان بيطلب توفير العربيات عشان تدريبات على الفار والكلام ده كله. طلب توفير سيارات الفار عشان تدريبات ما كانتش بتتوفر. طبعا. طبعا. منتهى الامان. اصل احنا هنتكلم هنضحك على الناس. طب ايه المبرر طيب؟ انا مش عارف والله المبرر لغايه دلوقتي ايه؟ يعني انا كل لا مفيش في مش يعني انا حتى في الاول انا كنت براعي ان الاتحاد ده لما جه كان عنده ديون للفار، وكان عنده ديون في 6 اكتوبر والكلام ده كله، وانا كنت مراعي الكلام ده كله. لكن لما الدنيا تمشي، ما هو لازم برضو انت لازم تدور على حقوق الحكام، مش هقول حقوق لجنه الحكام، حقوق الحكام. اديني الادوات واديني الامكانيات وبعد كده تعالى حاسبني. لكن انت حاجب عني كل ده وانا واقف بتكلم، او لجنه واقفين نتكلم لوحدنا. وللاسف الشديد برضو مع احترامي للاعلام، الاعلام برضو مش في الاخر هو بيهاجم اللجنه. طب انت بتهاجم اللجنه على اي اساس؟ ما انت انا ما عنديش معطيات اصلا اشتغل بيها. وواقفين وبنشتغل عشان بنحب التحكيم، عشان بنحب بلدنا، عشان بنحب اتحاد الكوره، كل ده. طب وفي الاخر احنا اللي حاسبنا على القصه، على الموضوع كله من الاول للاخر. الناس ما تعرفش ايه اللي كان بيدور. طب كابتن